مساء الليل. قصة النهاردة مرعبة من تجارب المتابعين والحكم لكم انتو. تنسوش اللايك والشير والصندوق الوصف، تشوفوا مواقع كلها وتشتركوا في جروب التليجرام. انا غيرت بس الاسماء حفاظا على الخصوصية. قصة بتقول: اهلا هادر، انا من متابعينك، حبيت اشاركك حكايتي كاملة. طبعا انت سمعت هادر الكلمة او الجملة اللي بتقول ان الاطفال بتشوف وبتسمع اللي احنا لا بنشوفه ولا بنسمعه. انا سمعت ان الاطفال لو دخلوا مكان في حاجة احنا مش بنشوفها هم بيشوفوها عادي، وكأنهم عايشين عادي معاهم. احنا ممكن نحس بيهم لكن ما نشوفهمش. يعني لو مكان او بيت مسكون بالجن او العفاريت مثلا، في اطفال في المكان ده هيحسوا، او هتلاقيهم على الاقل مش مرتاحين لانهم شايفين حاجات احنا مش شايفينها. من غير ما اطول عليك خليني احكي لك حكايتي بالتفصيل. انا سامر، اسمنا كان معروف شوية، انا مكنتش عايز اقول لك اسمي الحقيقي، بس لان فعلا ده مش اسمي الحقيقي، لان اسمنا زي ما قلت لك معروف وكبير. انا اصغر واحد في اخواتي. المهم ان بابا كان بيمتلك مال ونفوذ وشركات، يعني من الاخر رجل اعمال كبير. اخواتي هم اللي كانوا ماسكين بيزنس الشركات مع بابا، بس انا الوحيد اللي ما كنتش حابب شغل الشركات والبيزنس ده في الحقيقة ولا اي شغل، لانه كنت متدلع شوية، بخرج اسهر براحتي، بسافر، بتفسح، يعني كده عايش حياتي من الاخر. وده كان عاجب بابا فعلا، لكن كانش عاجب اخواتي. بابا تعب من 20 سنة، وقعد تقريبا شهر كامل تعبان، وبعدها اتوفى. الوقت اللي اتوفى فيه بابا كنت انا ساعتها في الجونة، عرفت الخبر تاني يوم، مش من اخواتي، كان من المحامي بتاع العيلة اللي قال لي ان بابا اتوفى وان لازم اكون موجود علشان اعلان الوراثة. فعلا خدت بعضي ورجعت من الجونة. كنت حزين جدا بوفاة بابا، وخصوصا ان ماما كمان متوفية، لان هو كان احن واحد عليا. كنتش عارف مين بعده ممكن يكون حنين عليا زيه. لما دخلت البيت كانوا اخواتي متجمعين ومحامي العيلة كان موجود. اخويا الكبير، وده كان اسمه نادر، اتكلم وقال اهو البيه شرف اهوت. هنا المحامي قال: كويس ان جيت في الوقت المناسب يا سامر، ومد ايده بظرف ليا. فتحت الظرف ده كان فيه ورقة وقال: ده ورثك يا سامر، الفيلا اللي في اسكندرية، ابسط يا عم، خلاص بقت ملكك وباسمك. هنا انا رديت بتعجب واستغراب: هو احنا عندنا فيلا في اسكندرية؟ هنا رد علي اخويا الكبير نادر وقال: ايوه يا سيدي عندنا، بس كانت مقفولة ومحدش بيروحها اديله سنين وسنين. استغربت وقلت له: طب ليه محدش بيروحها؟ هنا نادر بص لباقي اخواته وهو في حالة من التوتر اللي لاحظتها عليه. وعلى فكرة اخواتي برضو كان باين عليهم التوتر لما سمعوا سؤالي دوت، وبص لي نادر والتوتر لسه على وشه وقال لي: معرفش، يمكن ابوك كان عايز كده، معرفش. في الحقيقة انا معرفتش كل واحد خد كام ولا ورث ايه ولا خد ايه، بس اكيد كل واحد فينا خد شيء وشويات من اللي عند بابا، ده غير طبعا الملايين اللي كانت عنده في البنوك والفنادق والفلل والشركات، كل ده كان عنده. وانا طلع من نصيب الفيلا دي كمان اللي محدش يعرف عنها حاجة ابدا. هنا قام المحامي وقال: استأذن بقى، ومشي. فعلا اخوي قرب عليا وقال لي: يا ريت بقى تعقل وتيجي تمسك البيزنس معانا. رديت عليه وانا بقول له: انا قلت لك كم مره ان انا ماليش في شغل البيزنس بتاعكم دوت. هنا رد وقال لي وهو باين عليه الغضب في وشه: خلاص براحتك، شوف بقى مين هياكلك ويشربك او يصرف عليك، ولا انت فاكر ان احنا هنصرف عليك؟ هنا ردت اختي اللي كملت على كلام نادر كمان وقالت: كل واحد فينا متجوز وعنده عيال والتزامات ومصاريف، ولازم تتعود انك تصرف على نفسك، مش هنصرف عليك انت كمان.
وقالت الكلمتين دول ومشيت. اخويا نادر قال قبل ما يسيبني ويمشي ده مفتاح الفيلا، شوف بقى هتعمل ايه ولا هتفضل قاعد لي هنا. استغربت من الكلمة ديت، معنى كلام اخويا انه كان بيطربني بس باسلوب شيك، بيطردني من بيت ابويا. دي كانت واضحة زي الشمس ان دي طردة. فعلا طلعت خدت عربيتي وطلعت على اسكندرية وكلمت نادر وانا في الطريق عشان يوصف لي على الاقل مكان الفيلا دي فين. فعلا وصف لي المكان ووصلت. كانت فيلا ملفوف حواليها سور، طبعا الباب بتاع السور كان متسلسل بسلاسل قديمة جدا ومصدية جدا كأنها بقالها اكتر من 100 سنة ما اتفتحتش. فتحت الباب بصعوبة شديدة بعد ما عدت حرك المفتاح مليون مرة يمين وشمال عشان اقدر افتح القفل لانه كان مصد جدا. الفيلا كان شكلها حلو قوي مش وحش، بس ما كانتش نظيفة ابدا. التراب كان مغطيها من بره بالكامل. دخلت جوه كان في حمام سباحة كبير، كان في مية بس كانت متعكرة، لون المية كان بني. ودخلت الفيلا بصراحة حسيت بقبضة نفس شديدة اول ما دخلت. انا ما كنتش عارف من التراب اللي في الفيلا ولا ايه، بس رغم ان الفيلا ما فيهاش سنتيمتر واحد الا وفي التراب، لكن القبضة اللي حسيت بيها اول ما دخلت دي ما كانتش من التراب خالص. الفيلا من جوه كانت شبه القصر، كانت واسعة وكبيرة بس في اماكن كتيرة جدا فيها شبك العنكبوت، وده كان طبيعي ان هو يكون موجود. لكن اللي خرج من جوه الفيلا هو ده اللي ما كانش طبيعي. اول ما دخلت شوية خرج منها خفافيش كتيرة جدا ورا بعض، طابور كانوا جايين ناحيتي بسرعة رهيبة. وطيت راسي بسرعة لقيتهم خرجوا من باب الفيلا. كنت قاعد ببص لهم وانا بقول بداية مش مبشرة خالص. هنا رن تليفوني، كان خالد صاحبي. خالد صاحبي دوت ابوه لا رجل اعمال ولا حاجة، ابوه راجل زي ما تقدر تقول كده على قد حاله. انا اتعرفت عليه في خناقة، كنت سايق عربية جديدة بابا لسه جايبها لي في الطريق، كنت لسه زي ما قلت لكم بتعلم السواقة وخبطت في ميكروباص. سواق الميكروباص نزل علشان يتخانق معايا وفعلا مسك فيا وقال لي انا مش هسيبك النهاردة غير لما تصلح الميكروباص دي. في اللحظة دي انا دورت في جيبي على اي فلوس، بس بصراحة ما كانش معايا فلوس خالص. فقلت له طب ممكن نركن عند اي ماكينة او اي تي ام وخد اللي انت عايزه. بس الواضح ان الراجل ما فهمش كلمة ماكينة او حاجة وكان عايز فلوس حالا وخلاص. فقال لي انا ماليش دعوة، انا عايز فلوس التصليح دلوقتي. فرديت عليه وقلت له ايوه ما انا عارف انت عايز فلوس بتاعتك، بس انا معيش فلوس دلوقتي، تعال معايا وانا هديك اللي انت عايزه. لما نزل واحد من الميكروباص وقال الراجل اللي بيتخانق معايا خلاص يا عصام روح انت اركب وانا هتصرف. بصيت له انا معرفش مين دوت، بس بالفعل عصام اللي هو سواق الميكروباص ده مشي وركب الميكروباص. لما جاء الراجل ده وقال لي خلاص انت شكلك ابن ناس وشكلك طيب والميكروباص ده بتاعي انا وانا مسامحك مش عايز منك حاجة. قال الجملة دي وهو بيخبط على كتفي، كان باين عليه انه اخلاقه جنتل قوي وسابني ومشى. قعدت اندى عليه اقول له ياه بص ليا وفي وشه ابتسامة وقال لي اتفضل. ابتسمت وانا قلت له انا فلان. لما رد وقال له انا خالد كملت كلامي وقلت له ممكن تجيب رقمك؟ رد عليا وقال لي ليه؟ قلت له ممكن اعوزك يعني في اي خروجة مع اصحابي او توصيلة ولا حاجة عادي يعني. ابتسم ورد وقال وهو بيضحك يا باشا انت راكب عربية تشتري 10 ميكروباصات ما شاء الله يعني من اللي معايا ديت، على العموم خد الرقم اهوت. اداني الرقم بتاعه ومشى. وبالفعل عشان ارد الواجب ناحيته عملت يعني كم توصيلة بالعربية بتاعته بعد كده، سواء انا او اصحابي او اي حد عايز عربية توصله. وهو عرف كده وعرف ان انا بردله الجميلة وبقينا بعدها اصحاب. المهم بصيت في التليفون كان خالد اللي بيرن، فتحت قلت له ايوه خلود ازيك. هنا رد وقال ايه يا عم في ايه؟ انت عايز تاكل عليا الرهان؟
هنا رديت وقلت له رهان رهان ايه ده احنا تراهننا على ايه؟ فلقيته بيضحك وقال مش انت اللي قلت اللي يخسر يبات عند التاني 3 ايام لما لعبنا بولت الكوتشين اخر مرة وان اللي يخسر يبات عند التاني 3 ايام بالاكل والشرب؟ هنا رديت عليه وانا على وش علامات فرحة قلت له ايوة ابن حلال انا اللي خسرت وانت اللي فزت يبقى انت لازم تيجي تقعد معايا. انا قاعد لوحدي في فيلا طويلة عريضة اديته العنوان وقلت له بقولك ايه هات الاولاد كمان وامهم لو حد معاك تاني كمان هاته. هنا خالد رد وهو مبسوط وقال كمان ده كتير قوي عليا يا عم. قلت له لا 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 كتير ولا حاجة كتير ايه بس انت استعجل وتعالى ما تتأخرش. وقفلت مع خالد انا مبسوط بصراحة كنت خايف اقعد في الفيلا ديت اللي نفس انقبض فيها. ورجعت انايا تاني تبص على الفيلا من جوه لما لقيت ايد خبطت جامد على كتفي وصوت بيقول لي انت مين؟ اتخضيت اتعدلت بسرعة وانا مخضوض وقلت له بتوتر وخوف انا فلان صاحب الفيلا ديت. هنا لقيته هز راسه وقال كان شكله راجل صعيدي لما كمل كلامه وقال اخيرا يا بيه حد جا منكم وافتكر انه ليه فيلا؟ استغربت وسألته هو انت مين؟ رد وقال انا حارس الفيلا دي من سنين. قلت له هو بابا اللي معينك حارس عليها صح؟ هز دماغه وقال ايوة يا بيه ابوك البيه الكبير هو اللي عيني هنا وكان بيبعت لي المرتب بتاعي كل شهر. سكت شوية وبعدين كمل كلام وقال اللي انت هتقعد لوحدك في الفيلا دي يا بيه؟ انا قلت له باستغراب هقعد لوحدي ازاي يعني؟ رد وقال يعني معاك حد هيقعد معاك زي مراتك مثلا؟ رديت وقلت له لا انا مش متجوز ولا اي حاجة. يا هنا رد وقال عبد القادر اسمي عبد القادر يا بيه. قلت له ماشي يا عم عبد القادر انا كنت بس عايز اتعرف على اوض الفيلا دي والفيلا من جوه. قال لي ماشي تعالى يا بيه ورايا. مشيت معاه وهو بيوريني الاوض بس في حاجة غريبة كانت بتحصل. كنا اي اوض ندخلها ونخرج منها تاني الباب يرزع ورانا بطريقة غريبة. هنا بصيت لعم عبد القادر وقلت له هو ايه ده في ايه؟ رد وقال في ايه يا بيه؟ قلت له والخوف فعلا باين على وشه ببان الاوض كلها تترزع واحنا طالعين لوحدها. هنا بص لي وضحك قال لي ما تاخدش في بالك يا بيه انت هتلاقيه الهوا ولا حاجه. هنا بصيت له وانا بقول باندهاش هوا ايه اللي يقفل كل ببان الاوض اللي نخش وراها؟ بص لي وقال اصل كل اوض الفيلا دي بحري عشان كده هتلاقي الهوا شديد حبتين. في اللحظة دي سمعت صوت واحدة بتصرخ في الفيلا صوت مرعب لدرجة اني من الخوف والخضة مسكت في عم عبد القادر وانا بقول هو في ايه؟ مين اللي بتصرخ دي؟ هنا بصلي وقال ما تخافش دي مراتي بتعيط على الواد ابنها. قال كده وسابني ومشى. انا كنت واقف في دهشة متعجب وانا بقول ابنها مين؟ نزلت تحت في الفيلا عايز اشوف الست اللي كانت بتصرخ دي لكن لما نزلت ما لقيتش حد لا الست ولا عبد القادر. خرجت بره الفيلا كنت عمال ابص شمال ويمين لكن مفيش اي حد مش عارف راح فين. تلاقيه خد مراته وراح المكان بتاعهم اللي هما بيناموا فيه في جنينة الفيلا ده اللي انا قلته في نفسي اكيد. دخلت الفيلا تاني ورجعت نظرات عيني على الحاجات اللي موجودة في الفيلا بس اتصدمت من اللي شفته. الشمعدان ده كان طافي لما خرجت من الفيلا ودخلت تاني لقيته مولع وانا عارف عيني جات عليه لان ده دهب وكبير. لا مش كده وبس التراب اللي كان في كل مكان في الفيلا مبقاش ليه اي اثر زي ما يكون حد دخل ولع الشمع ونظف الفيلا من التراب في الدقيقة اللي انا خرجت فيها. بصيت على الحيطة كان في مفتاح كهربا كتير في الحيطة رحت ناحيتها عشان اولع بقية انوار الفيلا وقلت يا رب تكون الكهربا شغالة. دست على مفاتيح الفيلا وكلها
نورت. هنا شفت على الحيطة صورة، كان باين كده انها صورة جدي الكبير. بابا لما حكالي عن جدي قال انه كان عصبي جدا وان دمه حامي، وقال لي في مرة من المرات يمكن ده سبب انه ما ماتش موتة طبيعية، لكن كان عنده حق. بابا في اللحظة دي كان بيتكلم وباصص بعيد عني. لما قلت لبابا عنده حق في ايه، وجدي مات بطريقة مش طبيعية ازاي اصلا، هنا بابا رد وقال بعد ما بص ناحيتي تشغلش بالك ده موضوع قديم وانتهى، كانت السبب فيه روجينا الفجرة. اسمه كانش غريب عليا، كنت حاسس اني سمعته قبل كده. رديت على بابا وانا شايف على وشه الغضب والالم وهو بيتكلم. روجينا، روجينا مين يا بابا؟ هنا رجع يبص لي تاني بابا وقال لي احسن لك ما تعرفش هي مين دلوقتي، بس كده كده هتعرف في يوم من الايام ما تقلقش، ولف وينشه الناحية التانية. كده الموضوع فيه سر. قطع تفكيري وانا واقف بفكر كده وجوه الفيلا وباصص لصورة الجد، صوت خالد صاحبي كان بينادي عليا بره الفيلا. خرجت وانا بقول له اهلا اهلا، اتفضل يا خالد تعال خش اتفضل. خالد كان لوحده، قلت له يعني جاي لوحدك؟ كنت جبت مراتك والعيال بالمرة ينبسطوا لهم يومين هنا، الفيلا واسعة وكبيرة زي ما انت شايف. هنا رد خالد وهو بيقول اصل مراتي هي والعيال عند امها، امها تعبانة شوية. فانا قلت له احسن حاجة انك قاعد معايا اليومين دول، لان بصراحة كده خالد انا مش قادر اقعد في الفيلا دي لوحدي، الفيلا دي جديدة عليا ومش قادر اقعد فيها لوحدي. هنا بصله هو بيضحك وبيقول هو في ايه، انت خايف ولا ايه؟ هنا رديت عليه وكرامتي بتجرحني وانا بقوله وبحاول اخفي خوف، لا مش حكاية خوف بس يعني هتخني وانا قاعد لوحدي مفيش حاجة اعملها ولا حاجة، بس تعالى 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 خلينا فرجك على الفيلا من جوه. فعلا خدت خالد فرجته على الفيلا كلها، بس في لحظة ما انا بفرجه على الاوض بيبان الاوض كلها بتقفل جامد لوحدها زي ما حصل معايا انا وحارس الفيلا. خالد لما الباب كان بيقفل جامد لوحده كان بيتخض ويبص للباب ويبص ناحيتي، كنت عارف وعايز يسألني عن اللي بيحصل، بس انا ما كنتش عايز ويخاف ولا اي حاجة. فقلت له زي ما الحارس او عم عبد القادر قال لي، اوض الفيلا كلها بحري وجا معاد النوم. انا بصراحة كنت هموت وانام. انا رحت على اوضة وخالد راح على اوضة عجبته وقال انا هنام في الاوضة دي. قلت له براحتك الاوض كتير، خش اي اوضة ونام فيها. دخلت الأوضة ونمت، بس بعد 10 دقايق قمت على صوت ضرب نار وزعيق وواحدة بتصرخ. أنا كنت صاحي وسامع الصوت ده، الصوت كان في الفيلا. اتخضيت وقمت بسرعة من على السرير وفتحت باب الأوضة جري، لما لقيت خالد واقف قدام الأوضة بتاعته بينده عليا بخوف ورعب شديد. جريت ناحيته لقيته بيقول لي هو في إيه؟ في صوت ضرب نار وحد بيصرخ. نزلنا انا وهو جري تحت في الفيلا، فيش اي حد في الفيلا تحت. هنا خالد قال انا متأكد ان سمعت حد بيصرخ وفي صوت ضرب نار والصوت هنا جوا الفيلا. لما قلت له انا كمان نفس الكلام سمعت نفس الصوت ده. هنا قلت لخالد طب اقولك يا خالد تعالى نخرج برا الفيلا، ممكن يكون الصوت دوت كان في الجنينة بتاعت الفيلا واحنا افتكرناه جوه عشان الليل. وفعلا خرجنا برا بسرعة، لكن ما كانش فيه اي اثر لاي حد. اللي فزعنا صوت عم عبد القادر لما قال في حاجة يا بيه، اتخضينا انا وخالد. قلت له في يا عم، فزعتنا اكتر ما احنا مفزوعين. لما بصله قال ما تخافش يا بيه. قلت له يقول لي يا عم عبد القادر عايز اسألك سؤال، كان في صوت ضرب نار واحدة ست بتصرخ هنا في الفيلا من شوية، ايه الصوت ده؟ لما رد وقال ما حصلش انا صاحي سمعتش اي صوت من اللي حضرتك بتقول عليه دوت، تلاقيك بس كنت بتحلم يا بيه، قالها وهو بيضحك. قلت له انا مستغرب، طيب اذا كنت انا بحلم طيب والراجل صاحبي التاني دوت كان بيحلم برضه؟ رد وقال وهو بيبص لنا عادي يا بيه،
بصراحة اتخنقت ودخلنا الفيلا تاني انا وخالد. خالد كان باصص ناحيتي وقال انا متأكد ان انا ما كنتش بحلم، انا متأكد. لما رديت قلت له عادي يا خالد، ممكن يكون الصوت بره الفيلا اصلا من الشارع ولا اي حاجة، ايه المشكلة؟ كنا بنتكلم واحنا داخلين الفيلا، اتصدمنا من اللي شفناه. كان في جثة واحدة ست على الارض وغرقانة دم. لما صرخنا وخالد صرخ وقال ايه ده، دي جثة، مسكنا في بعض انا وخالد من الخوف. دم كتير جدا كان بينزل من الجثة، وفجأة لقينا واحد خرج من اوضة في الفيلا، هو بيبص لفوق وبيبص للفيلا اللي الاوضة من جوه وخايف، وفجأة في رصاصة ضربت من جوه الاوضة في الشاب ده ووقع وهو غرقان في دمه. مرة واحدة لقينا الفيلا كلها بتولع والدخان ملى المكان. خرجنا من الفيلا بسرعة واحنا بنصرخ، لقينا البواب في وشنا. قلت له عبد القادر، عبد القادر في ايه في ايه؟ لما قال لي في ايه تاني يا بيه؟ قلت له واحنا في حالة من الرعب والفزع، انت بتسألنا؟ انت بتسألنا مش شايف؟ انا لسه هقول لك، انت مش شايف الفيلا بتولع يا عبد القادر؟ بصيت ناحية الفيلا وانا بشاور له عليها، كانش في اي حاجة، لا نار ولا دخان. انا وخالد كنا بصين ناحية الفيلا ومصدومين. لما خالد قال يعني ايه، اقسم بالله العظيم الفيلا كانت بتولع، لما رد عبد القادر وقال له بتولع ايه بس يا بيه، ما هي سليمة اهي. هنا انا بصيت له وقلت بصوت عالي كانت بتولع، ما تقوليش انك ما شفتهاش بتولع. هنا رد عليا بكل هدوء قال لي فعلا يا بيه، انا ما شفتهاش بتولع فعلا. كمل كلامه عبد القادر وقال يا بيه تلاقي اعصابكم تعبانة شوية، فيش اي حاجة، كلها خيالات. رديت عليه وانا بقول له طيب والجثة اللي موجودة جوه؟ هنا كمل خالد وقال لي والشاب اللي خرج من الاوضة وحد قتله من نفس الاوضة برصاصة ومرمي هو كمان؟ هنا رد عبد القادر وقال دي كلها خيالات ملهاش وجود. هنا مسكته من ايده قلت له انا بسحبه ناحية باب الفيلا معايا، طيب تعالى معانا شوف بنفسك اللي جوه. ودخلنا الفيلا، بصينا على المكان اللي كان فيه الجثث لكن ما كانش ليها اي اثر. هنا بصينا عبد القادر وقال ها يا بيه فين الجثة يا بهوات؟ هنا بصيت له انا مظلوم بشاور على نفس المكان بقول له كانت هنا كانت هنا. خالد من الصدمة متكلمش ولا نطق باي كلمة. لما كمل عبد القادر وقال كلها خيالات يا بهوات، ناموا تشغلوش بالكم بيها، وسابنا ومشي. هنا لقيت خالد التاني ماشي، مسكته من ايده بسرعة وانا بقول له انت رايح فين؟ رد وقال انا همشي، انا همشي من المكان ده، انا مش هبات هنا، سيبني خليني امشي. قلت له اسمعني بس، اسمعني فيش حاجة، فيش حاجة، اهدى بس، هي بس خيالات زي ما قال عم عبد القادر دوت ان احنا تعبانين وخيالاته بس. لما لقيته زعق وقال خيالات ايه يا عم؟ خيالات ايه؟ الجثة كانت فعلا على الارض وانا وانت شفناها، يبقى انا وانت بنتخيل، البيت ولع بينا، يبقى انا وانت بنتخيل. رديت عليه بهدوء كده عشان يقعد، قلت له عادي بس اقعد. رد وقال ايه هو اللي عادي، ايه هو اللي عادي بصراحة كده، مفيش حاجة بتحصل هنا عادي. قلت له طيب اهدى بس، استنى معايا لغاية الصبح وانا هوصلك الصبح. رد وقال لا لا انا مش هستنى ولا هقعد ثانية واحدة تاني هنا، البيت ده في حاجة مش مظبوطة. لما قلت له عشان خاطر بس يا خالد، يعني احنا اصحابه هتسيبني لوحدي في المكان اللي زي دوت؟ قلت له الجملة دي بحزن شديد عشان يهدى ويحن، وفعلا رد وقال خلاص هبات الليلة دي بس، لكن من الفجر نتحرك. قلت له ماشي يا عم، شاور على كنبة في الانتريه، وقال انا هنام هنا. قلت له تمام، وانا التاني هنام على الكنبة التانية اللي هنا. وفعلا نمنا. اول ما رحنا في النوم صحينا على تليفون بيرن، كان تليفون خالد اللي بيرن، قومته عشان يرد على التليفون، رد وبعدين قفل. قلت له ايه في ايه، مين اللي كلمك؟ هنا رد وقال دي مراتي رجعت البيت
بتقول لي بتسألني بس انت فين؟ قلت لها انا في مشوار وجاي. قلت له طيب تمام، انت تعمل ايه دلوقتي؟ رد وبص بقى هو بيبص على الارض وقال بص انا مروح. قلت له هتسيبني لوحدي هنا؟ هنا رد عليا وقال اسمعني، الفيلا دي فيها حاجة مش طبيعية، سيبها وتعالى معايا، سيبك منها خالص. قلت له طب حتى هات مراتك واولادك وتعالوا اقعدوا كلكم هنا، ما انت شايف الفيلا كبيرة دي قصر. هنا رد وقال اجيب العيال عشان يتجننوا هنا، قال الجملة دي وطلع مشي. بصيت حواليا وانا خايف وواقف لوحدي في الفيلا. هنا لاحظت الشمعدان كان طافي، مين اللي طفاه؟ خدت نفسي وخرجت بره الفيلا. كان في كنبه صغيره في الجنينه قديمه، رحت قعدت عليها، ناديت على عبد القادر دوت. انا مش عارف هو بيروح يقعد فين ولا بينام فين، بس كنت بنادي وخلاص، كنت عارف انه كان بانه هيسمع لو كان هنا ولا هنا. انا بنادي عليه وعمال انده واقول لعبد القادر وبص شمال ويمين. هنا لقيت حد جاي من ورايا وقال ايوه يا بيه في حاجه. انا من الخضه نطرت من مكاني، كنت هجري. بصيت عليه وانا بقول له بغضب في ايه يا عم، في ايه، هو انا ناقص، انت بتطلع منين؟ لما قال لي مالك يا بيه، في ايه، انت شكلك بتخاف قوي. رديت وقلت له يعني كل اللي حوالينا دوت ما يخوفش. سكت شويه وبعدين قلت له تعال اقعد يا عم عبد القادر، تعال اقعد عايزك. وفعلا قعد جنبي وقال لي ايوه يا بيه، هو انت من امتى هنا يا عم عبد القادر؟ يعني قصدي بتشتغل هنا من امتى يعني؟ رد وقال من زمان قوي، من ايام البيه الكبير قوي. هنا بصيت باستغراب قلت له ياه، يعني انت من ايام جد الكبير كمان؟ هو فعلا كان شكله كبير في السن، بس انا متوقعتش انه شغال من ايام جدي. قلت له طيب وانت ما شفتش حاجة غريبة في الفيلا في الفترة ديت او قبل كده او بعد كده؟ رد وقال لا يا بيه ما شفتش. قلت له طيب تمام يا عبد القادر، لسه هسأله على سبب صراخ مراته اللي حصل قبل كده وسمعناه، ما لحقتش لان سمعت نفس صوت الصريخ مرة تانية. هنا عم عبد القادر قام من جنبي بسرعة وهو بيجي ناحية اوضة في الجنينة، لسه هروح وراه لكن قلت لا، يمكن حاجة عائلية او خاصة هو فاهمها ماليش علاقة بيها، مش ناقص انا. وقعدت على الكنبة تاني وبعدين فردت ظهري على الكنبة، كنت حاسس ان انا عايز انام تاني، وفعلا غمضت عيني ورحت في النوم وياريتني ما نمت. شفت نفسي واقف في صالة الفيلا وسامع صوت حد بيزعق جوه اوضة من اوض الفيلا، وفجأة لقيت واحدة ست بتجري من الاوضة ديت. في اللحظة دي في رصاصة انضربت من الاوضة على الست ديت، وقعت على الارض والدم كان بينزل منها. بعدين لقيت شاب خارج من نفس الاوضة وهو باصص بخوف جوه الاوضة زي ما يكون بيترجى حد جوه الاوضة، لكن اتضرب برصاصة هو التاني. هنا جت واحدة ست وهي بتصرخ او بتصرخ على الشاب ده، وكانت بتبكي وتقول هو ملوش ذنب، هو ملوش ذنب، هي السبب. في اللحظة دي اتغير المشهد لمشهد تاني، كنت واقف قدام الفيلا، كنت باصص ناحيتها، كانت مولعة والدخان خارج من كل اوضة من اوض الفيلا. صحيت مخضوض من النوم على صوت بيقول يا بيه يا بيه. قمت بفرك في عينيا، كان عبد القادر لما قال قوم يا بيه الصبح الصبح خلاص. هنا بصيت له قلت له وانا نمت كتير؟ رد وقال نام براحتك محدش ليه عندك حاجة. هنا بصيت قلت له مال صحيتني ليه؟ هنا خرج من جيبه صورة وقال الصورة دي لقيتها واقعة في الجنينة، فقلت يمكن وقعت من حضرتك او حاجة، واداني الصورة. مديت ايدي خدتها منه، انا ببص في الصورة كان فيها اب وام وتلات اطفال. الاب كان جدي، الام كانت جدتي، التلات اطفال بقى كان ابويا وعمي وبنتي تانية جنبهم، ودي اكيد اختهم، دي اكيد اللي ماتت.
بس ازاي؟ انا سمعت مرة من عمي انها ماتت وهي بتتولد، طب ازاي في الصورة معاهم؟ كمان سنها كان مقارب للسن بابا وعمي، كنت متحير قوي لسه لقوها اقول لعم عبد القادر هي مين دي؟ ما لقيتوش. قمت من على الكنبة وبصراحة كنت خايف ادخل الفيلا، فعلا كنت مرعوب. ركبت عربيتي ورجعت مصر تاني، رحت لاخويا الكبير نادر. رودينا هي اللي استقبلتني بالحضن بتاعها. رودينا ديت تبقى بنت نادر اخويا، عندها 7 سنين، استقبلتني بالحضن، كانت بتموت فيا وانا كمان كنت بحبها قوي. نزل نادر من فوق وجا وقف وقال ها عايز ايه؟ خير على الصبح؟ رديت قلت له كده من غير سلام، طب ماشي مش مهم. قلت له المهم انا عايز اعرف حاجة، ايه قصة الفيلا الغريبة دي؟ تردي وقال قصة؟ فيش قصص ولا روايات، كل ما في الامر الموضوع انها كانت مقفولة من سنين بس ومحدش فينا كان بيروحها. هنا بديت اعلب صوتي واكتر اقول له يعني انت ما تعرفش حاجة عن الفيلا دي؟ ده انا من ساعة ما سكنت فيها وانا بشوف حاجات غريبة. بص لبعيد وهو بيقول وانا مالي بالحاجات الغريبة ديت، دي فيلتك انت ولا فيلتي انا؟ انا ماليش دعوة بيها. رديت قلت له لا يا سيدي فيلتي انا، بس انت تعرف عنها حاجة اكيد، انت كنت دراع بابا اليمين. رد هو بيبص لي بيقول لا ما عرفش حاجة. قلت له تمام تمام. طلعت الصورة اللي اديها لي عبد القادر وقلت له تقدر تقول لي مين اللي جنب عمامك دول، جنب عمك وابوك ده؟ هنا قرب للصورة وقال مش عارف. قلت له يعني مش عمتك؟ رد قال ورد وهو بيستهز بيقول لي عمتك ايه يا عم انت عبيط؟ ما عمتك ماتت وهي بتتولد، يبقى ازاي عمتك؟ اخدت الصورة ومشيت، بس كنت في حالة غضب شديد. قابلني وانا خارج عم ادريس. عم ادريس ده اللي هو بيعتبر مربيني لانه شغال من زمان قوي مع بابا وكان شغال مع ابوه كمان، سلم عليا وقال عايزك. بس انا قلت له بعدين بعدين يا عم ادريس. عم ادريس ده بنعامله زي ما يكون واحد من البيت. وركبت العربية ومشيت وانا هتفجر من الغيظ. انا سايق تليفون رن، كان خالد، فتحت بسرعة، كلمني وقال سامر سامر انا عايزك تجي لي تحت البيت حالا. قلت له في ايه تاني؟ قال لي بس تعالى بس زي ما بقولك كده عايزك دلوقتي تجي لي على البيت بسرعة. قفلت معاه وفعلا رحت على بيت خالد. لما دخلت البيت كان في خناقة مع مراته. اول ما دخلت قال لي اهو وصل اهو. انا يا عم كنت فين امبارح؟ هنا رديت بتلقائية وقلت له عندي في الفيلا. رد وقال قل لها. هنا بصيت لمراته وقلت لها فعلا يا مدام كان عندي في الفيلا. هنا بدأت تتكلم وهي تقريبا تردح لي، تقول لي طبعا تلاقيكم مظبطينها مع بعض. هنا بدأت اكلمها بتاع بهدوء، قلت لها يا هانم لا مظبطينها ولا حاجة، هو فعلا كان عندي في الفيلا، مش مصدقة حضرتك؟ تعالي شوفي بنفسك. هنا لقيت مراته فرحت وقالت ده بجد احنا هنروح الفيلا؟ هنا انا انبسطت قلت لها اه طبعا نروح. قالت انا موافقة انا موافقة لان مش هصدق غير لما نروح اشوف الفيلا دي. هنا خالد بصلها وبصلي بغضب وبصلها تاني وقال لها عنك ما صدقتي، انا الفيلا دي مش هروحها تاني. هنا قلت لخالد معلش يا خالد عشان نحل الموضوع بس. هنا مراته ردت وقالت يبقى انت خايف من حاجة بقى، انت مش عايزنا نروح الفيلا خايف من حاجة. هنا خالد قال بصوت واطي من ناحية خايف فخايف. مراته قالت انا مش هصدق غير لما اروح الفيلا دي معاكم. هنا خالد ضحك وقال ده انت مش هتصدقي وبس، ده انت هتتجنني كمان، يلا بينا. فعلا رحنا كلنا على الفيلا. ونزل خالد من العربية وهو بيبص على الفيلا ومرعوب، ونزلت مراته وهي مبسوطة، ونزلوا معاهم الولد والبنت عيالهم في سن 6 سنين تقريبا اولاد خالد. واحنا داخلين الفيلا لقينا عبد القادر بنفس الخضة بتاعته وقال ازيك يا بيه؟ اولاد خالد اول ما شافوا عبد القادر استخبوا ورا امهم وكانوا بيبصوا بخوف ناحية عبد القادر. لما قلت لعبد القادر الله يسلمك ودخلنا الفيلا، اول ما بدخلنا بدأت الحفلة، باب الفيلا قفل لوحده.
كلنا اتخضينا وبصينا على الباب، بس خالد جسمه كان بيترعش وانا كمان كنت زيه برضه، والاولاد بدأوا يبكوا، محدش عارف ايه اللي بيحصل. حاولت افتح باب الفيلا اكتر من مرة وخالد كمان، لكن ما كانش عايز يتفتح. الاولاد بدأ صوتهم يعلى اكتر واكتر. ولد صغير قال له امه وهو بيعيط: الست اتقتلت يا ماما، الست عليها دم، الست اتقتلت. الولد قاعد يكرر الجملة دي اكتر من مرة. خالد كان بيحاول يفتح الباب بأي طريقة، وبالفعل الباب اتفتح. خرجنا كلنا برا. لما قلت لهم استنوا هنا هوصلكم، كانوا عايزين يمشوا مرضيوش، فعلا خدوا عربيتهم وجاري. وقفت برا الفيلا وانا مرعوب مش عارف في ايه، لكن لقيت واحدة داخلة من باب السور، كانت واحدة ست، كانت مرات اخويا نادر ومعاها رودينا. جريت على رودينا وحضنتها، بس كان في دموع في عينيها. قلت لها: ايه ده، ايه مالك، انا لسه سايبكم من 3 ساعات في مصر، في ايه؟ كانت عمالة تعيط. هنا المامتها اتكلمت وقالت: عشانك يا سيدي. صحت من النوم وهي بتقول انا عايز اروح عند عمو، عايز اروح عند عمو سامر بس. قلت لها: وتجيبيها من مصر هنا؟ ما انا كنت عندكم من 3-4 ساعات. قالت هي عايزاك. قعدنا في الجنينة، كنت عمال احاول العبها علشان تضحك، لما لقيتها فجأة قربت من وداني وقالت بصوت واطي: كلم عم ادريس. هنا انا اتصدمت من الجملة دي، قلت لها: ليه؟ هنا قامت من مكانها وقالت لمامتها: يلا يا ماما انا عايز اروح. مامتها بصت لها وبصت لي واستغربت. قلت لهم: استنوا باتوا هنا للصبح، انت هترجعوا دلوقتي؟ قالت: لا احنا لازم نرجع، انت عارف اخوك. وفعلا مشي وانا وراهم بالعربية على الطريق لغاية ما وصلنا مصر ودخلت بيت نادر. كنت عمال ادور على عم ادريس لما لقيته في الجنينة وقال لي تعالى. رحت وقعدت على الكرسي اللي قدام، كنا قبل الفجر، وتكلم وقال: على فكرة مش هينفع نتكلم هنا. وقام وقال: يلا بينا على الفيلا. فعلا طلعنا اسكندرية تاني على الفيلا، وقعدنا في الجنينة وبدأ يحكي وقال: الفيلا دي اتقتل فيها 6 اشخاص. هنا ركزت اكتر مع كلامه، قلت له: 6 اتقتلوا هنا؟ قال لي: ايوه، وعمتك روجينا هي السبب. عمتي روجينا؟ وانا ليا عم عاشت وكبرت؟ هز راسه وبيقول: ايوه يا ابني، عمتك كانت اكبر من باباك بسنة، كانت بتحب ابن حارس الفيلا. هنا قلت له: عبد القادر؟ بصلي باستغراب وقال: وانت عرفت عبد القادر منين؟ قلت له: ما هو لسه قاعد في الفيلا لحد النهاردة، ده انا ما شفتش غير عبد القادر ومراته في الفيلا دي من ساعة ما جيت. هنا لقيته مدي نفسه لقدام وعلى وشه الاندهاش والصدمة. عبد القادر ومراته من ضمن الستة اللي اتقتلوا. هنا سمعت الجملة دي وكأني اتشليت. قربت عليه وقلت له: اتقتلوا؟ هز راسه قال لي: ايوه، وبدأ كمل كلامه. عمتك حبت ابن عبد القادر، جدك عرف اللي بينهم وكان طبعه حامي قوي وندى على الاتنين وواجههم. بالفعل طلع الكلام اللي سمعه صح، مش كده وبس، دول كمان طلعوا متجوزين عرفي وعمتك حامل منه. هنا جدك طلع المسدس وقتلها وقتله. عبد القادر ومراته ولعوا في الفيلا كلها انتقاما لابنهم، ولعوا في الفيلا بس ما لحقوش يخرجوا، النار مسكت فيهم والحدث انتشر في كل مكان، جريمة هزت الدنيا كلها. انا كنت واحد من الشغالين في الفيلا ديت، بس كنت شاب لسه صغير، كملتش 17-18 سنة. بعد ما ابوك قتل عمتك وابن عبد القادر، باباك بعتني مشوار لي، لكن لما رجعت بالليل كانت الفيلا مولعة والحرق كان شديد، والإسعاف جات وخرجوا الجثث، كان من ضمنهم جثة عبد القادر ومراته. من ساعتها والفيلا دي بيحصل فيها حاجات غريبة. أبوك قفلها خالص وريح دماغه، عرضها للبيع أكتر من مرة وتبوظ البيعة، ولأن أبوك كان عايز يبيعها بأي تمن بس ما نفعتش. آخر حاجة قفلها خالص وسكت. وانا عايزك انت كمان تعمل كده، اقفل الفيلا دي وتعالى اقعد مع اخوك في البيت، البيت واسع وكبير. هنا رديت قلت له: بس دي كانت مجزرة وعبد القادر طلع ميت ومراته كمان.
يعني كل اللي كنت بشوفهم اليومين اللي فاتوا دول ميتين ازاي؟ بس انا ما قفلتش الفيلا زي ما قال عم ادريس، ولا رحت قعدت مع اخويا اللي مش طايقني. انا هديت الفيلا خالص يا هادر، ودلوقت بنيت مكانها برج كبير. الامور كلها اختلفت وما بقاش في حاجة دلوقت خلاص فيها، والامور بقت مظبوطة. وعلى فكرة يا هادر، اي وقت تنزل انا مستعد اخدك وتيجي تقابل الشخصيات على الاقل اللي لسه عايشة تحكي لك القصة دي بنفسك. لغاية هنا انتهت القصة ديت. كالعادة انا قصة المتابعين ما بحطش رأيي فيها، الرأي ليكم انتوا في الكومنتات، ادونوا ارائكم، تنسوش اللايك والشير لو عجبتكم السلسلة ديت. شكرا لكم، مع السلامة.